رغم تأكيدات عدد من المصادر عن وصول حالات مشتبه بها لمستشفى الكويت ومناطق عزل أخرى، لما لا يكشف الحوثيون عن إصابة كورونا؟ هل تتكتم الميليشيا عن الإصابات؟ أهلا بكم. كتب الصحفي سامي غالب عن عدد من الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء، مؤكدا أن الفيروس يتغلغل في أحياء أمانة العاصمة، بينما يلتزم وزير الصحة في حكومة الحوثيين بصنعاء الصمت، مقترفا بحسب غالب جريمة شنعاء ضد سكان العاصمة والمحافظات المجاورة لها. وبحسب مراقبين، يصر الحوثيون على إنكار حالات وباء كورونا في اليمن على الرغم من دخول العالم شهره الثاني من حالات العزل والإغلاق العام في كثير من الدول، بل ووصول حالات الإصابة على مستوى العالم إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة. وبالنظر إلى آلية انتشاره، فإن إنكار الحوثيين يبدو غير منطقي، ويستند في الواقع إلى تاريخ طويل من المغالطات والإنكار والتنصل من تحمل المسؤولية بحسب كثيرين. ما هي إذن النتائج المحتملة لسياسة الإنكار هذه؟ ومن يتحمل المسؤولية عن المواطنين القابعين في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا؟ البعض يسألني، أنتم فحصتم من قبل حالات الاشتباه؟ نقول نعم، فحصنا كثير من حالات الاشتباه. رغم مرور أكثر من شهر على إعلان أول حالة إصابة بكورونا في اليمن، ودخول الأسبوع الثاني من إعلان حالات جديدة في عدن وتعز، ما تزال سلطات ميليشيا الحوثي تصر على إنكار وجود أي حالة إصابة في مناطق سيطرتها. تحذر الوكالات الأممية من أن هناك احتمالاً حقيقياً لأن يكون الفيروس انتشر داخل المجتمعات المحلية، وهو ما دفع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي إلى التحذير في وقت سابق من انتشار الوباء دون اكتشافه أو الإعلان عنه، استناداً إلى أنماط انتقاد الفيروس في البلدان الأخرى. المسؤولة الأممية قالت أيضاً إن احتمال تفشي المرض على نطاق واسع سيضغط بقوة على الإمكانات الصحية المتواضعة في اليمن الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من 5 سنوات. وبينما تزداد المخاوف من انتشار الفيروس الذي يحتمل أن يتسبب بوفاة عدد كبير من اليمنيين بحسب تأكيدات طبية، يستمر الحوثيون في الحشد للجبهات وإنكار وجود الفيروس ومعاقبة السكان بالسجن والتنكيل في حال تحدث أحد عن حالات يشتبه إصابتها بكورونا، بالرغم من اتخاذها بعض الإجراءات الوقائية في أسواق صنعاء وإغلاق أحياء يقول سكان إن فيها حالات وفاة يشتبه أن تكون لضحايا الوباء. حتى نبدل وحتى نكون في حالة الشائعات، معنا مصدر واحد هو وزارة الصحة العامة والسكان، هي المصدر الوحيد التي تتكلم مع الشعب. يمكن لميليشيا الحوثي الاستمرار في التكتم على انتشار الوباء بحكم سيطرتها المطلقة على المناطق الواقعة تحت قبضتها، إلا أن خطر ذلك قد يقود إلى كارثة حقيقية يمكن أن تتسبب بانفجار الوضع على نحو لا يمكن التعامل معه، وحين يحدث ذلك ستعود الميليشيا مرة أخرى للمتاجرة بأرواح اليمنيين والاستفادة ماليا من الكارثة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من برلين دكتور حمود الطيار رئيس اتحاد الأطباء الألماني اليمني. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله دكتور. إذا بداية، كيف تقيم معركة اليمنيين المحتملة مع وباء كورونا؟ والله معركة اليمنيين معركة غير متكافئة مع مرض كورونا، لأن التجهيزات الصحية في كامل اليمن للأسف الشديد غير مجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات. الوضع مأساوي وكارثي حقيقة إذا انتشر الكورونا، ويجب على الجميع سواء الإعلام أو السلطات أو الاتحادات والمنظمات والأشخاص العمل معا لمحاولة الوقاية ضد هذا المرض وليس فقط معالجته، لأن الوقاية هي خير علاج. طيب، إذا ما تحدثنا عن سبل الوقاية وكذا التعاملها، يعني أنتم في الآن موجود، أنت موجود في برلين، هناك تجربة يتم الحديث على التجربة الألمانية بنوع من الامتداح فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا، ما هي أبرز النقاط التي خرجتم بها من هناك أو خرج بها المجتمع الطبي هناك بها؟ نعم، الحالة الألمانية هي حالة منفردة، ولكن لا نستطيع
بأي حال من الأحوال أن نقارن الحالة الألمانية بالحالة اليمنية لأشياء لأسباب كثيرة. الحالة الألمانية هنا عندهم تطور كثير، فعندنا هنا في ألمانيا مثلا يوم 27 يناير تم إعلان أول حالة، وخلال أسبوع وأسبوعين تم إعلان إغلاق المدارس كاملة، إغلاق المصانع، واستطاعت الدولة أن توفر ما يقارب 500,000 فحص في الأسبوع الواحد على مستوى ألمانيا. ثم قامت الدولة أيضا بالحجز على أي مشتبه فيه ومتابعتهم، وكانت هنا غرامة عالية لمن لم يلتزم، فإذا أصيب أي إنسان بمرض الكورونا وطلب منه الحجز في البيت وخالف فيأخذ منه كمثال 5,000 يورو غرامة. الدولة تكفلت ولكن من ناحية أخرى بكل ما يلزم المواطن من الحاجات الأساسية، فلم يكن هناك نقص، كان هناك فعلا رغبة في الشراء عارمة عند الناس وتخوف، ولكن الدولة استطاعت أن تكفي كل المواطنين. الآن بدأ التخفيف بعد أن استطاعوا السيطرة على هذه الحالة، والآن التخفيف أيضا يتم على مراحل طويلة. المراحل هذه أنه يتم أولا بعض المدارس الفتح للمدارس الذين سيدخلون الجامعة أو المدارس المفصلية، والمطاعم وما شابه تم إغلاقها ولا زالت مغلقة حسب الولايات التي موجودة في ألمانيا. بالنسبة لألمانيا طبعا استطاعوا أن يوفروا ما يقارب من 20,000 جهاز تنفس إضافي خلال 3 أسابيع، واستطاع أن يوفروا أكثر من 60,000 سرير تقريبا إضافية، وهذه الإمكانيات غير موجودة في بلدنا في الحقيقة. طيب يعني بعودة إلى الفيروس دكتور حمود، فيما يتعلق بأن هناك فيروسات أخرى يواجهها اليمنيين، أيضا هناك حديث على يعني حالات إصابة مختلفة، لكن لماذا بالنسبة للعالم كان كورونا بهذا الإرعاب؟ لماذا ما الذي يعني يشكل الفيروس أو ما الذي يمتاز به هذا الفيروس يكون مرعبا بهذا الشكل بالنسبة للعالم بأجمع؟ في الحقيقة الفيروس هو كما ذكرت ليس بهذه الخطورة إذا أصيب الإنسان، يعني إذا يوجد عدة فيروسات مشابهة له، فعام تقريبا 2001 ظهر السارس واحد وكان نسبة الموت منه 10%، ظهر أيضا إيبولا وكان نسبة الوفاة من المصابين أقصد ما يقارب 30%. بالنسبة للكوفيد 19 ولا الكورونا الجديد المطور، نسبة الموت في الحقيقة هي من مجمل الإصابات بشكل عام لا تتجاوز 2%، ولكن خطورة الفيروس الانتقال السريع الغير طبيعي، يعني انتقاله بشكل شديد بين الجميع. والمصيبة أنه تم الحساب في ألمانيا هنا أنه إذا انتقل بهذه الدرجة يقال حسابيا أنه 86% من المصابين 84-86% من المصابين لن يتم لهم إلا أعراض بسيطة، ولكن الباقي سيضطروا إلى المستشفى، و 5% سيدخل العناية المركزة. وإذا حسبنا المجموع الشعب الألماني 80 مليون، فمعناها أنه إذا مرض 5% لا يوجد طاقة استيعابية لهم لعلاجهم في العناية المركزة، وسيموت بعض الأشخاص كما حصل في إيطاليا أو إسبانيا العد متوفر. فلذلك حاولوا تخفيف أنه المرض لا يظهر بهذه السرعة، وقاموا بإجراءات العزل وقاموا بإجراءات الوقاية الشديدة. ولا ننسى أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والجميع كان يلعب وفي نفس المجال، كما أنتم مشكورين أنكم لهذا الموضوع للوعي الجماعي، لأنه كان المواطن الألماني يقول إنسان حقيقة ملتزم قبل أن تطلب منه الدولة، يعني سمحوا ببعض الأشياء، وما زال الناس نلاحظ ما زالت قفة في الطرق رغم أنهم سمحوا ببعض الأشياء، فما زال عند الناس وعي كثير لخطورة هذا المطر والمرض وذلك الانتقاله السريع، لأنه الخطر فيه هو على كبار العمر. وعندنا في اليمن يعني الذي نقول يحب أبوه وأمه وأخوانه المفروض أنه يحاول بقدر الإمكان تجنب التجمعات الكبيرة ومثل هذه الأشياء حتى لا يصيب أقرباءه ووالديه ومن شابه. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الآن دكتور وليد الثجيري، طبيب بمستشفى الثورة العام بصنعاء، لنستطلع الوضع أكثر حول طبيعة الوضع هناك ومستجدات
ما يتعلق بفيروس كورونا من هناك من صنعاء. ورحب بك دكتور وليد. مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير والعافية. إذن دكتور، ما هي مستجدات انتشار الفيروس بصنعاء؟ أطلعنا على آخر المعلومات لديك. طبعا آخر المستجدات حول فيروس الكورونا في صنعاء وفي عموم محافظات الجمهورية، كما تعلمون بأنه بدأ تسجيل الحالات من بداية الأسبوع الماضي، والتي كان يعلن عنها رسميا هي التي تأتي من جهة الجنوب، وهي التي وصل عددها إلى 13 حالة مؤكدة، منها حالتين التي توفيت في قبل أمس. بالنسبة لصنعاء، الحالات المشتبه بها ما زالت أيضا كثيرة ومحتجزة ومعزولة في مستشفى زايد ومستشفى الكويت للمعالجة والإطلاع والملاحظة. لم يعلن عنها رسميا بكل صراحة، ولا نعرف هل أجريت عليها فحوصات الكورونا أم لا. ما زال هناك عدم إعلان رسمي من هذه الجهة، لكن تظل الحالات مشتبهة. ربما يكون ذلك السبب إلى أنه ليس هناك الاستعداد الكافي لمواجهة مثل هذا الوباء والسيطرة واستقبال الحالات والمرضى والعزل. لكن نقول عنها أنها حالات مشتبهة بها إلى حد الآن، ونسأل الله الستر والسلامة لجميع المواطنين في عموم حوافظ الجمهورية. هل هناك معلومات دكتور حول عدد هذه الحالات المشتبهة والمناطق التي كانت بها، ومن أين أتت يعني مسألة مجتمع هذه الحالات؟ نعم أستاذ وجيه، كما قلت لك أنها تظل حالات مشتبهة، كانت ترد إلى جميع المستشفيات الحكومية، وطبقا للبروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة بأن الحالات المشتبه بها يتم تحويلها إلى كل من مستشفى زايد ومستشفى الكويت، والذي يقوم بعمل الإجراءات اللازمة عن طريق استبيان معين، بحيث إذا انطبقت عليها الكريتيريا يتم إدخالها وملاحظتها وتقسيمها إلى حالات خفيفة متوسطة أو وخيمة بحسب درجة خطورة الأعراض، ومن ثم معالجتها ومراقبتها. الأسباب الفكرية، هذا السبب الأول كما قلت فعلا هو الهجرة، خاصة الهجرة الداخلية. نحن نتكلم الهجرة الداخلية فيما بين المحافظات، خاصة بعض ظهور حالات إيجابية في كل من حضرموت وعدن وتعز. أيضا لا ننسى أن هناك أيضا عودة المسافرين، والتي استمرت خلال الشهرين الأخيرين الذي هي من رجب وشعبان، وأيضا في بداية رمضان. صحيح أن كان هناك عزل، لم يكن العزل في النقاط الأمنية والصحية مضبوطا 100%. للأسف كان يحدث هناك تسريبات وتهريبات لبعض المسافرين، وهذا يعزى إلى تواجد الحالات المتواجدة الآن. ونتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تزداد هذه الحالات للأسف الشديد، كون الممارسات الصحية الخاطئة ما زالت تتبع، وكون العزل الصحي والحجر الصحي التام أيضا لم يتبع ولا في أي محافظة من محافظات الجمهورية. ننتظر بشغف تصريحات وزارة الصحة ومنظمات المجتمع الدولي عن إجراءات الاحترازية بشكل أوسع وبشكل أتم، ليس فقط فيما يخص مستشفى زايد ولا مستشفى كويت، لأننا نتكلم عن 30 جهاز تنفس صناعي في المستشفيين، وهذا عدد قليل جدا 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 مقارنة إذا انفجر الوضع لا قدر الله هنا أو هناك. تفضل بالبقاء معي دكتور وليد. أعود إليك دكتور حمود الطيار. إذا بالأمس في حلقة المساء اليمني كان هناك حديث حول أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعي في تعز 12 في إب، الآن يتحدث الدكتور وليد عن 30 جهاز تنفس صناعي في مستشفيين في صنعاء. كيف تقيم مستوى التجهيز؟ يعني إذا ما اعتبرنا أن ليس هناك حالات إصابة إلى الآن بكورونا في صنعاء وفقا للمصادر الرسمية هناك أو المسيطرة على الأمر الواقع هناك، وإنما هو موجود إلا هو حالات اشتباه فقط، مسألة التجهيز لما يمكن أن يحصل، خصوصا وأن هناك محافظات يمنية يعني كانت هناك فيها حالات إصابة، كيف تقيم مستوى التجهيزات؟ للأسف الشديد مستوى التجهيزات على مستوى اليمن كامل كارثي.
بكل معنى الكلمة. لقد قام اتحاد الأطباء، طبعا أنا أمثل هنا كل طبيب وطبيبة في اتحاد الأطباء اليمني الألماني، خلال الأسابيع القادمة الماضية بعدة لقاءات مع عدة أطباء على مستوى لقاء بث مباشر عن الكوفيد 19 من أجل نشرح لهم الخبرة الألمانية وتبادل الخبرات والمعلومات، وما زال معنا. وكان أمس وقبل أمس كنا مع عدن، مع حضرموت، حتى مع صنعاء. التجهيزات للأسف الشديد بشكل عام في كل اليمن ليست على المستوى المطلوب. طيب، في هذا السياق دكتور حمود، برأيك يعني هناك أحاديث كثيرة حول مسألة إنكار لوضع سيء، مسألة حديث على وفيات بحمى فيروسية كما يقال ويعلن، مسألة الشكوك حول جدية وصحة التصريحات الرسمية بخلو صنعاء من الفيروسات. أنت في هذه النقطة بالتحديد كيف ترى الأمر؟ اتحاد الأطباء الألماني اليمني من أول يوم ظهرت في حالة أرسلنا رسالة مناشدة، رسالة رسمية إلى جميع السلطات، جميع الفاعلين في المنطقة، التعامل بجد مع هذا المرض ومحاولة تسهيل الفحوصات، رغم أن الفحوصات في شكل اليمن بشكل عام للأسف الشديد نقول حتى من الأمم المتحدة لم تصل إلا أعتقد في حدود 8000 فحص، يعني ل 30 مليون، هي لا شيء. حتى في مناطق، يعني سمعنا مناطق للأسف الشديد أكثر من مليون أو مليونين لا يوجد معهم إلا 20 فحص، هذا لا شيء. يعني لو نقول في الحقيقة حتى الفحص نفسه لا يستطيعون في اليمن بشكل عام، لو مرض 10,000 لن يستطيعوا حتى لو أرادوا أن يفحصوا. فلذلك نحن نناشد الجميع، اتحاد الأطباء يناشد الجميع بالتدخل السريع ومحاولة الوقاية، لأن الوقاية في هذا المرحلة هي خير علاج، لأنه لا قدر الله زي ما قال أخونا الدكتور من صنعاء، لو انفجرت المرض فستكون مآسي كبيرة جدا. تفضل بالبقاء معي دكتور حمود. أعود إليك دكتور وليد، في سياق يعني الأمور التي يطلبها الأطباء هناك في صنعاء، مستوى يعني أيضا هناك مرضى وهناك أيضا حالة الأطباء، هل هناك يعني تمت التوعية بشكل كافي فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع كوفيد 19 والفيروس؟ ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها في حال ظهور هذه الأعراض على المصابين؟ ما هو مستوى يعني جاهزية الجهاز أو النظام الصحي والأطباء في صنعاء؟ نعم حسب وجيه، دعني أقول لك بكل أسف أن التجهيزات والجاهزية لجميع المستشفيات الحكومية في صنعاء وما حولها من المحافظات خاصة الشمالية تظل ضعيفة جدا، ونحن نقتصر على مركزي عزل صحي الكويت وزائد، وهما لا يكفيان أبدا. من المفترض أن تكون جميع مستشفيات الجمهورية الحكومية على أهبة الاستعداد ولديها على الأقل خيمة لفرز الحالات وتحويلها مع سيارة إسعاف إلى مناطق العزل، وليس الاقتصار على استقبال مرضى الوباء ومرضى الحمية بشكل عام في الطوارئ العامة. ولذلك فإنه على الأقل يتم تجهيز غرفة إلى غرفتين أو على الأقل خيمة في كل مستشفى حكومي، وذلك لفرز الحالات متضمنا طبيبين وكادر تمريض وسائقين وفنيين، وذلك لنقل الحالات في الوقت المناسب والتي تحتاج إلى عزل. أما الحالات الخفيفة فيكفيها الإرشادات والنصائح والعزل المنزلي لمدة 14 يوما. أيضا هناك قصور كبير في توفير أدوات الوقاية الشخصية للكادر الطبي، أطباء وتمريض، فكيف تتوقعون من كادر طبي أن يستقبل ويفرز مثل هذه الحالات ونحن خلال جائحة عالمية وخلال وباء محلي؟ وليس للطبيب أدنى معايير الحماية الشخصية التي تؤهله لأن يفرز ويقوم بواجبه على أكمل حال؟ هذا بداية، وندعو
وزارة الصحة منظمة المجتمع الدولي للاهتمام بهذا النقطة غاية الاهتمام، كون الطبيب هو في الخط الأول لمواجهة هذا الوباء. أيضا ندعو جميع المنظمات الدولية وخاصة العاملين في المجال الصحي بأخذ الموضوع على محمل الجد، كوننا فعلا بدأنا نستقبل حالات ولو كانت مشتبهة بها، ولكننا قد صرنا ضمن الموجة وصرنا ضمن الجائحة العالمية، ويجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد، ويجب أن نبدأ بإعلان الوضع العام على المواطنين بشكل شفاف وبشكل احترازي حتى يأخذوا احترازاتهم وحتى يشعروا بالإطمئنان، بدلا من أن يتخوفوا أكثر ويخفون الحالات ويخفون الأعراض حتى لا يتعرض، حتى يعتبروها مثل وصمة بأن يخفوا مثل هذه الأعراض ومثل الحالات عليهم أو على ذويهم. بالعكس، على السلطات، على منظمة المجتمع الدولي أن تتكلم عن المواطنين بكل شفافية عن مدى انتشار الوضع ومدى وجود الحالات ومدى الإمكانيات ومدى الاستجابة، وأن تمشي في الخط المقابل بالتوعية وإبلاغ المواطنين بما يجب فعله خلال الأيام القادمة حتى نتجنب أو نستطيع أن نتلافى ما يمكن تلافيه خلال الأيام القادمة. طيب، برأيك دكتور وليد، مسألة يعني عزل أو وقف الحركة بين المحافظات و يعني قطع حركة الدخول والخروج من وإلى صنعاء سيسهم في توقف الانتشار، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك قرارا موفقا في حال حدث؟ أخي الكريم، هذا القرار قد سبق واتخذ من قبل شهر، وفعلا قد كانت هناك إجراءات لتوقيف جميع المسافرين الداخلين إلى محافظة صنعاء وعزم 14 يوما، لكن للأسف الشديد لم يكن يسري الأمر على الجميع، وكنا نلاحظ بأنه هناك للأسف بعض الواصلين وبعض المسافرين يصلون، فكيف يتم وصولهم؟ مما يعني أنه لم يكن هناك عزل صحي 100%. لكن على ما قلت أنت قبل قليل، ينبغي أن يكون هناك فعلا إذا ثبت وجود الحالات في الشمال والجنوب الآن في اليمن ككل، فيجب أن يفعل هذا الأمر مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك عزل صحي متوفر في كل منظومات الحياة الصحية والاجتماعية والمعيشية على نقاط ومداخل صنعاء، بحيث يكون إشراف عليه إشراف رسمي من قبل الوزارة ووزارة الداخلية ومن قبل وزارة الصحة، وحتى تدخل الأمني القومي والسياسي بهذا، كون القضية أصبحت قضية أمن الدولة وليست خاصة بمواطنين معينين. فعلا إذا ما تم تفعيل هذا القرار سيكون أحد أهم الركائز المهمة في السيطرة على هذا الوباء، ولكن أيضا لا بد أن نركز على الحالات المتواجدة أخي الكريم في صنعاء والتي تحتاج إلى استجابة طارئة واستجابة جادة من قبل جميع منظمات المجتمع المدني العاملة الصحية ووزارة الصحة والأفراد والأطباء والتمريض وكل كادر الصحة. دكتور، وإن يعني عدنا إلى نقطة، في هناك بعض الأخبار كانت تتحدث عن رفض بعض المستشفيات والأطباء لاستقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا، هل يعني لديك تأكيد حول هذه الأخبار؟ عفوا، هل قلت يتم رفض الحالة؟ هناك حديث عن رفض لبعض المستشفيات والأطباء من استقبال حالات مشتبه إصابتها بكورونا، هل لديك معلومات حول هذا الأمر؟ فعلا الأمر حادث، وخاصة من المستشفيات الخاصة كونهم لا يملكون أدنى وسائل الحماية الشخصية، ولذلك متوقع أن يتم هذا التعامل منهم من قبل المرضى. لكن لو نحكي عن المستشفيات الحكومية فإن الإجراء بسيط وسهل إذا ما اتخذ، وهو أن يكون هناك غرفة خاصة أو خيمة خالية طوارئ لفرد الحالة المشتبه بها. في حال اشتبهنا في حالة حولناها إلى مستشفى الكويت، الكويت يقوم بالإجراءات والتسجيلات اللازمة واتباع البروتوكول المعين، فإذا كان أثبت خلوها من فيروس كورونا يردها إلى المستشفى الذي أتت منه بورقة مختومة من مستشفى الكويت، وعندها يتم استقبال الحالة. فإذا ما تفعل هذا الأمر خلال جميع المستشفيات، فسنتجنب حكاية أنه المريض يرجع نتيجة عدم توفر الإمكانيات. شكرا لك إذن دكتور وليد السجيري، طبيب بمستشفى الثورة العام بصنعاء، كنت معنا على الهاتف من هناك على ما تفضلت به معنا. أعود إليك دكتور حمود الطيار، يعني الحديث على أن منظمة الصحة العالمية تقول أن هناك مخاوف لديها من أن
يؤثر الوباء على أكثر من 16 مليون يمني، أي يعني ما يقارب من نصف أو أكثر من نصف السكان في اليمن، خاصة مع عدم وجود معلومات مؤكدة. ما تعليقك على مثل هذا الأمر؟ والله يا أخي العزيز، مخاوفنا جميعا أيضا هذا المخاوف نشارك الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية. أنا أرد على كلام الأخ وليد وأشدد على كلامه وندعم دعما كاملا فيما قال، مش فقط في صنعاء ولكن في عموم محافظات الجمهورية ومعظم محافظات المستشفيات، بتجهيز خيمة بسيطة والالتزام بالوقاية الشخصية للأطباء، لأنه الطبيب إذا لم يكن معه وقاية شخصية فكيف يستطيع أن يعالج؟ هو أيضا له أسرة وله، وقد بلغنا عن بعض الحالات أن بعض الأخوة الأطباء ماتوا أيضا في بعض المناطق بسبب أنهم تعاملوا مع مرضى الكورونا، فلذلك حصل هذا الخوف والذي تكلمت مع الأخ وليد منه وعلمت به أنا أيضا شخصيا، أن بعض المستشفيات أغلقت تماما لعدم وجود الحماية الكافية للأطباء. بالنسبة لموضوع 16 مليون، هذه فعلا كارثة لو حصلت ومأساة كبيرة، ولذلك ندعو ودعينا لعدة مرات إلى أخذ الأمر بواقع الجد ومحمل الجد ومحاولة اتخاذ التدابير الوقائية التوعوية. اتحاد الأطباء في الماضي عمل عدة لقاءات سواء مع الجي اتسيت في صنعاء مع المتدربين الذي تدربوا على أجهزة التنفس الصناعي، وكان معنا دورة مباشرة معهم أيضا بواسطة الدكتورة أنجيلا المعمري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية. عملنا أيضا عدة لقاءات مع حضرموت المهرة الشبوة، وأمس كان معنا بالضبط لقاءين مع عدن استمرين تقريبا أكثر من 4 ساعات ونصف. والمشكلة الكبيرة زي ما قال أخونا، أولا يجب شراء وسائل حماية للطواقم الطبية حتى نأمن الطبيب، لأنه إذا مات الطبيب من سيعالج المرضى الآخرين؟ والحاجة الثانية التوعية، وهي أهم شيء الآن، لأنه فعلا إذا حصل المرض فالكارثة موجودة في اليمن وعلى مستوى عالي جدا، وسوف يكون هناك وفيات بالكثير. فندعو الجميع، ندعو الجميع سواء المجتمع المدني أو وسائل الإعلام والحكومة والمنظمات إلى محاولة توعية الشعب أن هذا شيء موجود، ونرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى المجلة الأمريكية استشهدت به، فهو أول من أقام العزل وقال إذا كان وباء في مدينة فيما معناه فلا تدخلها أو لا تخرجوا منها إن كنتم فيها. فالإنسان حتى المنبر الديني يمكن استخدامه في هذه القضية، فالعرب والمسلمين هم من أول من أقام الحج ومنع الأسواق، وعلى الأقل في أقل حكاية، وهذا حاول باتحاد الأطباء الألماني اليمني بصفة شخصية، أنه كل إنسان، كل طبيب وكل إنسان يعرف أن يرسل إلى أهله يعملوا كمامات ولو خياطة كمامات لكل إنسان، لأنه لو لبس المريض والإنسان السليم الكمام البسيط الذي تغسل يوميا فستكون نسبة انتقال العدوى قليلة جدا، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه فنحن لا شك مقبلون على كارثة، نسأل الله السلامة. يعني هناك أيضا دور مجتمعي كبير يمكن القيام فيه على الرغم من يعني صعوبة الأوضاع والتحديات التي تواجهها السلطات. على كل حال سنعود إلى الحديث عن هذا الموضوع، لكن قبل ذلك دعنا نشك معنا في الحوار دكتور الطيار السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الذي ينضم لنا عبر سكايب أيضا من فيينا. أرحب بك سيد الحميدي. مرحبا بك وبضيفيك الكريمين وجميع مشاهدي قناتكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن سيد الحميدي، في مناطق سيطرة الميليشيا هناك حديث لناشطين عن انتشار محدود لفيروس كورونا وتكتم عليه، ما هو معلن الآن هو مسألة حالات مشتبه بإصابتها، أقصد رسميا، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟ في حقيقة الأمر نحن في منظمة سام أصدرنا حتى الآن 3 بيانات متعلقة بالوضع كورونا في اليمن. كان البيان الأول في 10 من إبريل وبصفة مستقلة، ثم بيانين، البيان مع المركز الأمريكي للعدالة وبيان آخر مع المركز الأورو متوسطي. ما أريد أن أؤكد عليه أن عملية مكافحة أو الإجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا المرض أو هذه الجائحة الكونية
يجب أن ترتبط ارتباط وثيق بحقوق الإنسان، وأهم هذه الحقوق هو الحق الصحي. وبالتالي أصبحت توفير هذا الحق للمواطنين اليمنيين مشتركة على المجتمع الدولي، خاصة وأن اليمن اليوم تحت البند السابع، إضافة إلى التحالف العربي كقوة سلطة أمر واقع موجودة على الأرض بجانب الحكومة الشرعية، إضافة إلى الميليشيات جماعة الحوثي الموجودة على الأرض. نعتقد نحن جازمين بأن الصراع اليوم الاقتتال يساهم بصورة أو بأخرى في تفشي هذا المرض. اليوم أصبح للأسف الشديد خلال الفترة من خلال مراقبتنا للوضع أن هذا المرض تحول إلى أحد الأوراق السياسية لدى جميع الأطراف. هنالك للأسف الشديد جهل كبير بآلية مواجهة هذا المرض من الناحية الصحية، وأعتقد بأن الأطباء ضيوفك الكرام هم لديهم استيعاب كامل من خلال البروتوكولات والإجراءات الصحية في هذا الخصوص. لكن مواجهة وباء كورونا هو منظومة متكاملة. إذا ذهبنا إلى الحجر الصحي اليمنيون سيكونون في كارثة، من لم يمت بالكورونا سيموت من الجوع، خاصة وأننا مجتمع يعمل بالأجر اليومي خاصة بعد انقطاع الرواتب. كثير من التجار سيتضررون بصورة كبيرة دون أن توجد سيولة أو موازنة حتى لتعويضهم. حتى انقطاع الدراسة في دول العالم عندما يتم منع هذه الدراسة، عندما يتم توقيف المدارس تفتح النوافذ الإلكترونية، نحن سنتعرض لانتهاك متعلق بحق التعليم. أيضا ما يتعلق بالمنافذ سواء البحرية أو الجوية أو حتى بين المدن، هنالك إجراءات لا تتوفر الإمكانيات ألا ذات المواصفات القانونية والعالمية. رأينا في رداع الحوثيون يعملون حجر صحي مفتوح، لا يمكن أن نسميه حجرا صحيا مطلقا. المنافذ الموجودة عند سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو إلى غير ذلك لا توفر فيها أيضا إمكانيات مطلوبة إلى كثير من الأشياء. هذه كلها اليوم تجعل مكافحة مرض وباء كورونا أمام تحدي حقيقي، وأطراف الصراع تحاول أن تخفي الحقائق. لولا ما ظهر في عدن لكان ربما إلى حد الآن لا نعرف بشيء. جماعة الحوثي هنالك أحاديث متزايدة، هنالك أنباء، هنالك معلومات، لكن نحن كجهة حقوقية لا نستطيع أن نؤكدها من الناحية الصحية. هذه متعلقة بالجهات الصحية في هذه الأماكن، لكن ما نريد أن نؤكد عليه أن اليمن ربما يكون مقبل على كارثة حقيقية، وقد يتحول اليمن إلى مركز من مراكز الوباء للمنطقة بأكملها ما لم يتدخل العالم. اليوم مسؤولية الصحة، منظمة الصحة العالمية، ومسؤولية المجتمع الدولي بالدرجة الأساسية، لأننا ندرك اليوم أن جميع الدول بما فيها الدول الكبرى اليوم هي غارقة في إشكالياتها الداخلية المتعلقة بوباء كورونا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبالتالي اليوم المسؤولية على الحكومة الشرعية أن تخاطب برسائل واضحة بحكم أنها الجهة المعترف بها دوليا، تخاطب مجلس الأمن، تخاطب منظمة الصحة العالمية، تخاطب الجهات المعنية، تخاطب حتى التحالف العربي ليتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذا الوباء الذي يمكن أن يكتسي أن يتحول إلى كارثة في مجتمع يصل قوام سكانه إلى 30 مليون دون أن تتوفر فيه أي إمكانيات حقيقية، إضافة إلى أن الطاقات الاستيعابية للمنشآت الصحية تضررت بسبب الحرب تضررا كبير بنسبة تصل إلى أكثر من 50% وربما 60%. تفضل بالبقاء مع السيد الحميدي. أعود إليك دكتور حمود الطيار فيما يتعلق بمسألة يعني الموازنة ما بين أن اليمنيين الآن هناك الكثير والكثير منهم يعتمدون على اليومية في معيشتهم، إجراءات المثالية للتعامل فيما يتعلق بفيروس كورونا تقتضي الحجر، تقتضي البقاء في المنزل، كيف يمكن الموازنة بين هذا الأمر وذاك؟ يعني من ناحية نظر طبية ما هو رأيك؟ أنا يهمني كثيرا سماع رأيك في هذه النقطة. أشدد على قول أخي، حقيقة هذا الأمر الناحية الطبية أنه يجب عزل المريض أو من يشتبه فيه لمدة أسبوعين كاملين في البيت ولا يخرج ولا يدخل، ولكن نحن نعرف ظروف اليمن، يعني إذا لم يمت بالكورونا فسيموت جوعا، وهذا أمر غير واقعي، لأن أغلب اليمنيين بسبب انقطاع المعاشات وانقطاع الوظائف يعملون بالأجر اليومي.
فالقضية الذي نقولها لذلك ركزت عليها أنه محاولة إقناع الشعب أولا بعدة وسائل. أولا يتجنب الإنسان المشاور التي لا لزوم لها، يحاول الابتعاد عن التجمعات الكبيرة، يحاول الابتعاد عن الأسواق، عن مجالس القاء. وأهم نقطة الذي أركز عليها وما زلت أركز عليها وهي عملية في اليمن، أن نحن نركز على أنه لو كل مواطن أخذ كمامة بسيطة ولو بالخياطة، يعني لا أعتقد أن ندخل في حدود 400 ريال 500 ريال، أخذها وكل يوم يغسلها، وكل مواطن أخذ هذه الكمامة، فسوف نحاول يعني نستطيع أن نحن بشكل كبير نخفف من انتقال العدوى. أما كلمة الحجر كما في أوروبا في ألمانيا، هذا لا نستطيعه في اليمن بأي حال من الأحوال بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها. ونحن نحيي أصحابنا وأطبائنا في اليمن وفي الداخل على العمل في تحت ظروف قاسية حقيقة، بدون أن أي أدوات حماية شخصية. يعني هذا الإنسان يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار. شكرا لك دكتور حمود الطيار، رئيس اتحاد الأطباء الألماني اليمني، كنت معنا عبر سكايب من برلين، على تواجدك معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. أعود إليك سيد توفيق الحميدي، يعني في سياق الحديث عن الشائعات حول وجود هذا الوباء في صنعاء من عدمه، برأيك هل يعني تخشى سلطات هناك الميليشيا من مواجهة التزامها أمام الناس بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والطبي هناك؟ بلا شك، أنا قلت لك أن اليوم أكبر تحدي يواجه اليمنيين بسبب هذا المرض هو تحويله إلى ورقة سياسية، في ظل اليوم وجود تنازع واضح على السلطات في جميع المناطق، إضافة إلى أن الإشكالية الكبرى إلى أن هنالك قصور في فهم طبيعة هذا المرض لدى المجتمع، وبالتالي هذا يحتاج إلى توعية كبيرة، إلى أن مريض الكورونا هو مثل أي مرضى، وبالتالي يجب أن تقدم له العناية. نحن اليوم لاحظنا من خلال رصدنا لما نشاهده في الواقع، لاحظنا مجموعة من الظواهر التي لا ينبغي أن تظهر مع هذا المرض، لأنها سوف تفاقم المرض بصورة كبيرة. من ضمن هذه الظواهر لاحظنا حالة تنمر مرعبة من قبل بعض الناشطين، من قبل الكاتبين على وسائل التواصل الاجتماعي. رأينا عندما ظهرت الحالة الأولى في حضرموت، منهم من دعا جهرا إلى قتله، إلى إعدامه، إلى تصفيته، إلى حقنه بالسم، متناسين أن هذا بالنهاية مريض، وهذا ضحية لم يرتكب جريمة، يجب أن يوفر له العلاج. مثل هذه الظواهر ستدفع كثير ممن مصابون ربما بمرض الكورونا عدم الذهاب إلى المستشفى، عدم الإفصاح عن حالته. رأينا أيضا من هذه الانعكاسات إغلاق كثير من المستشفيات أو بعض المستشفيات، كما شاهدنا في عدن بتلقي أمراض الكورونا وعدم توفير العلاج اللازم لهذا الأمر. هذا اليوم يجعل سلطات الأمر الواقع، كل سلطة لا تريد أن تظهر بأنها فاشلة وبأنها تتحمل مسؤولية دخول هذا المرض، خاصة بعد أن تم إغلاق المنافذ. اليوم نرى اتهامات بأن فلان من الناس أو المسؤول الفلاني الذي سمح بإدخال، أو المسؤول الفلاني لم يقم بواجبه. نحن اليوم يجب أن تتكاتف كافة الظواهر، كافة الجهود في صنعاء، في عدن، في حضرموت، في تعز إلى غير ذلك. يجب اليوم أن يمنح الأطباء السلطات الكاملة، لأنهم اليوم خط الدفاع الأول في هذه المعركة التي تحاول أن التي ستكون لا سمح الله آخر الرصاص الذي يطلق على هذا الشعب الذي يعاني الجوع والكوليرا وانقطاع الرأي والرواتب والكهرباء إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الظواهر اليوم أنا أعتقد يجب أن ترى أن تناقش بصورة جدية وواقعية وعملية، وأن يعطى هذا المرض حجمه، وأن يعني يقف الجميع أمام واجبهم الأخلاقي وأمام واجبهم الدستوري أمام هذا المرض، وأن تقوم كافة الوسائل والشخصيات المؤثرة وقنوات الإعلام بتوعية الشعب اليمني قدر الإمكان وقدر المستطاع لمحاولة عمل إجراءات احترازية، والنظر إلى المرضى وغيرهم بنظرة واقعية رحيمة إنسانية، لا كما شاهدناه من البعض على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب، في سياق الحديث عن المسؤولية، يعني وفقا للقانون الدولي
من هو المسؤول عن السكان الخاضعين يعني الموجودين في صنعاء في بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي؟ نحن نتحدث عن وجهة نظر قانونية الآن وبشكل عام. طبعا السلطة في الدرجة الأولى المسؤولة عن اليمن بأكمله هي الحكومة الشرعية بموجب الدستور وبموجب مواثيق الأمم المتحدة. حدث انقلاب في صنعاء، أصبحت جماعة الحوثي سلطة أمر واقع. هذه السلطة اليوم هي مسؤولة عن الشعب وعن الإقليم الذي تديره بقوة السلاح في جميع المناطق، وبالتالي مسؤولية صنعاء وبمار والمحويت وإب وهذه المناطق هي مسؤولية جماعة الحوثي بالدرجة الأولى. هذه المسؤولية مسؤولة أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اليمني وأمام الشعب الذي تحكمه. تصبح المجلس الانتقالي مسيطر على محافظة عدن، هو المسؤول عن تلك المنطقة اليوم، هو سلطة أمر واقع واضع. الحكومة الشرعية في مأرب، في حضرموت، في المهرة مسؤولية عن هذه المناطق، وبالتالي يجب أن يتجرد الجميع ويعترفوا بالقصور، بالأخطاء، بالنواقص، وخاطب المجتمع الدولي إلى غير ذلك. العجيب اليوم أنه كما قلت لك يريد أن يتحول لورقة سياسية. رأينا جماعة الحوثي تقول بأن المساعدة الدولية المتعلقة اليوم بكورونا أوشكت على الانتهاء، بينما الرصاص لم ينتهي، بينما القذائف لم تنتهي، بينما الصواريخ لا تنتهي. اليوم يجب أن نحدث مراجعة، يجب أن تحدث هدنة في اليمن من جميع كافة الأطراف. هذه الأموال، هذه الأرواح، هذه القذائف، هذه الصواريخ، بدل أن تذهب أو تعمق الجراح والخراب في اليمن، يجب أن تذهب إلى المستشفيات، إلى هؤلاء المرضى، إلى شراء الكمامات، إلى شراء الأدوية، إلى مستلزمات الأطباء للقيام بالواجب. وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة في هذا التداخل وفي هذا الصراع الذي سيضاعف من المرض للأسف الشديد داخل المجتمع. أشكرك إذن السيد توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. كنت معنا من فيينا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من المساء اليمني. في ختام الحلقة أيضا أشكر دكتور حمود الطيار، رئيس اتحاد الأطباء الألماني اليمني، الذي كان معنا في هذه الحلقة من برلين، وكذا الدكتور وليد الثجيري، الطبيب بمستشفى الثور العام بصنعاء، الذين كان معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.